مساء الخير جميعا، واهلا بيكم في اخر النهار على شاشة قناة النهار. هبدأ الحقيقة بتطور جديد حصل قبل قليل، وهو متعلق بقضية الزميلة والإعلامية ريهام سعيد، لأنه نيابة شرق القاهرة قبل قليل أحالتها الحقيقة لمحكمة الجنايات، ومعها 4 من فريق العمل في برنامج صبايا الخير، وهم الزملاء أكرم النحاس المنتج الفني للبرنامج، ومحمد راضي المصور، والمعدة غرام. التطور ده الحقيقة معناه أنه بكل أسف الزميلة ريهام سعيد هتفضل محبوسة حتى موعد المحاكمة، وكان المفترض يعني أنه بكرة الصبح كان هيبقى فيه نظر تجديد حبسها أو إخلاء سبيلها، وهو ما لم يحدث. مزيد من التفاصيل معايا الأستاذ وليد إسماعيل، محرر الشؤون القضائية الصحفي بجريدة الوطن. أستاذ وليد مساء الخير أولا، وشكرا للمشاركة. الجديد إيه في هذا الملف؟ 100% في مثلا مجموعة اتهامات وجهت لفريق عمل البرنامج، أو أكيد في تفاصيل اللي إحنا لسه يعني محتاجين نعرفها منك. مساء الخير يا استاذ معتز. بالفعل قررت النيابة العامة قبل قليل إحالة المذيعة ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات، هي و7 متهمين آخرين، بينهم 4 من فريق عمل البرنامج و 3 متهمين آخرين اللي هم المتهمين في القضية معها، ليصبح إجمالي المتهمين في هذه القضية المحالين إلى محكمة الجنايات 8 متهمين. فيما يتعلق بقرار الإحالة، هو جاء وفقا للمعلومات الواردة إلينا أنه انتهت عناصر التحقيق في الاتهامات المنسوبة للمتهمين 8 بقرار إحالتهم، وبالتالي النيابة ارتأت، وهذا يعني سلطة من صميم اختصاصات النيابة العامة، أنه توقيت الإحالة أو قرار الإحالة متى تنتهي عناصر التحقيق وتنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها، حالتها إلى محكمة الجنايات، ما يعني أنها ستبقى محبوسة حتى جلسة محاكمتها. الاتهامات المنسوبة حتى الجلسة اللي لغاية دلوقتي لم يتحدد موعدها بعد، يعني إحنا ما نعرفش الجلسة إمتى. ما هو يعني وفقا للإجراءات ملف القضية سيحال إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لمحاكمة المتهمين 8 وموعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة، بما أنه القرار صدر والمتهمون محبوسون، إذن سيبقون رهن قرار حبس حتى موعد نظر أولى جلسات المحاكمة. طب تمام، في سؤال عندي معلش وليد بعد إذنك، وهو يعني الوقتي اللي أنا فاهمه إن النيابة أحالت الزميلة ريهام سعيد للمحاكمة وهي في قيد الحبس، يعني هل ينفع مثلا أنه يقدم تظلم مثلا للنائب العام أو التماس طبعا السير في إجراءات العدالة، ما حدش بيقول حاجة خالص وكل شيء، بس تبقى مخلى سبيلها؟ شوف، متى انتهت النيابة من أي قضية منظور قيد التحقيق أمامها بقرار إحالة إلى المحكمة المختصة، تنتهي ولاية النيابة العامة على هذه القضية وترفع يدها تماما حتى يصبح قرار المتهمين أو قرار القضية أو ما يتعلق بها في يد دائرة الموضوع التي ستحال إليها هذه القضية. بالطبع هناك إجراءات يمكن لفريق الدفاع أن يتقدم بالتماس أو تظلم أو أي من تلك الإجراءات القانونية إلى محكمة الاستئناف، لكن يبقى الأصل وفقا للقانون أن النيابة العامة ترفع يدها عن القضية موضوع التحقيق، وتنتقل الولاية الكاملة قضائيا من النيابة العامة إلى دائرة الموضوع اللي هي محكمة الجنايات اللي هتنظر محاكمة المتهمين تماما، ويصبح القرار أي قرار قضائي متعلق بالقضية أو المتهمين في يد محكمة الموضوع هذه. طيب تمام، إحدى دوائر محكمة الجنايات. فيما يتعلق بالاتهامات يعني لما بتقولي وليد، لما بتقولي إنه النيابة العامة فور صدور قرارها بالإحالة للجنايات ترفع يدها عن
الحالة اللي موجود فيها المتهم محبوس أو شيء من هذا القبيل بيصبح هذا يعني في حكم أنه من اختصاص هنا المحكمة بقى، صح؟ بالظبط بالظبط. طب إيه فرص محكمة الموضوع؟ يعني هل أفهم من كده أنه ممكن يحصل التماس أو تظلم وتحاكم الإعلامية ريهام سعيد ويحاكم من معها من طاقم البرنامج وهم بره الحبس؟ أمام الجنايات يجوز، لكن في النهاية متخذ القرار سيكون محكمة الموضوع هي التي بيدها استمرار حبس مين أو إخلاء سبيلهم. يعني عند نظر أولى جلسات المحاكمة يحق لمحكمة الجنايات أن تخلي سبيل المتهمين إذا ما طلب دفاع، إذا طلب دفاع المتهمين أن يتم إخلاء سبيلهم. وبالمناسبة بمناسبة إذا ما طلب دفاع المتهمين، البرنامج بيحاول يتواصل مع محامي الزميلة ريهام سعيد الأستاذ جميل سعيد، بس مش عارفين نتواصل معاه لغاية دلوقتي، وربما الراجل يعني مشغول جدا اليومين دول. من وجهة نظرك أو من وجهة نظرك أو تحليلك للموقف أستاذ وليد إسماعيل، وأنت راجل يعني خبرة في هذا المجال، إيه فرصة يعني ريهام في الحصول على البراءة في هذه القضية؟ يعني أولا أنا أشكر حضرتك، لكن فيما يتعلق بالتحقيقات القضائية أو بالقرارات القضائية المتعلقة بقضايا جنائية منظورة أمام الهيئات القضائية، خاصة سواء كانت النيابة العامة أو كانت محاكم الموضوع، لا يمكن لأحد التنبؤ بقرار المحكمة، لا يمكن لأحد التنبؤ بقرار قضائي حتى فيما يتعلق بالتحقيقات. دائما في مثل هذا النوع من القضايا أو في القضايا الجنائية بشكل عام القرار القضائي بيخضع للجهة المنوط بها اتخاذ القرار، لا يمكن لأحد أن يتنبأ ولا يمكن لأحد أن يستخلص من خلال تحقيقه ما ستؤول إليه الأمور. في النهاية نحن أمام قضية جنائية، أمام تحقيقات، أمام قرار من النيابة العامة بإحالة متهمين إلى محكمة الجنايات في إحدى القضايا، القرار بعد ذلك انتقل إلى محكمة الموضوع. لا يمكنني ولا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، سواء من النيابة العامة حينما تحيل القضية، حينما يعني ترسل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف ويتحدد إحدى محاكم الجنايات لمحاكمة المتهمين، كذلك لا يمكن التنبؤ أيضا بما ستتخذه محكمة الجنايات من قرارات. في النهاية القرار القضائي سواء متعلق بحبس المتهمين أو بأي إجراءات تتخذها المحكمة في هذه القضية هو رهن إرادة ورغبة ورؤية وتقدير المحاكم أو المحكمة. وعلينا جميعا أن ننتظر يعني التطورات والمراحل اللي هتسير فيها هذه القضية. أنا بشكرك أستاذ وليد إسماعيل على هذه التوضيحات والمعلومات، وهنتابع معاك اكيد. ده كان الصحفي استاذ وليد اسماعيل بجريده الوطن المحرر القضائي. على فكره يعني احنا بنتعامل مع هذه القضيه رغم ان ريهام زميلتنا في قناه النهار، بس بنتعامل معاها ك يعني مساله خبريه يعني بعناصرها جميعا، وبنحاول ان احنا نتواصل حتى مع المصادر سواء صحفي مختص بمتابعه ملفات القضائيه او مثلا محامي ريهام مثلا استاذ جميل سعيد علشان نفهم منه برضو التفاصيل. انما يعني عايز اكد ان احنا في تغطيه هذا الملف ملتزمين جدا جدا بان احنا ناكد على التالي. نمره واحد، نحترم القضاء ونحترم قرارات النيابة العامة وما نزيدش على حد. يعني ممكن أنا يعني بشكل شخصي أكون نفسي أنه زملائي يخرجوا من هذه القضية أو يخرجوا من هذه تعالوا نقول الأزمة اللي هم فيها. ده ليس معناه أن أنا هقدر أن أنا أزود أو أنقص في الكلام على أن في محكمة مصرية أو نيابة عامة بتقرر أو بترى بعد إجراءها التحقيقات مع المشتبه بهم إنها تتحفظ عليهم أو إنها تفضل حبساهم علشان يحالوا للمحكمة بتهم معينة. اللي عايز أقوله إنه إدارة قناة النهار الأستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس الإدارة يعني نفى تماماً وأكد أكتر من مرة
انه يعني التصريحات اللي نسبت اليه في بعض وسائل الاعلام وعلى السوشيال ميديا تصريحات غير صحيحه، لانه نسب اليه بانها هذه الامور عباره عن تصفيه حسابات وهو ما نفاه تماما، ويعني لم ياتي بهذه التصريحات من قريب او من بعيد، وبرضو اكد على ان هو يحترم القضاء المصري ويحترم سير العداله، وان هو يعني ممكن يدعم اي طبعا حد رهام او اي حد بيشتغل في هذه القناه في اطار قانوني وفي اطار الاحترام الكامل للقضاء والمنظومه القضاء المصري واكيد النيابه العامه. معايا دلوقتي على الهواء مباشره محامي الزميل اكرم النحاس وهو طلب المداخله الاستاذ عصام عجاج. اهلا بيك يا استاذ عصام، مساء الخير، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ معتز. اهلا اهلا بيك يا فندم، اتفضل. والله وانا بس انا مش عايز الناس تبدا تلقي الاتهامات على فريق اعداد البرنامج، يعني انا عايز اقول القضاء فيما بعد طبعا القضيه احيلت وهيظهر فيها مفاجات كثيره يا استاذ معتز. انا بقولها لحضرتك دلوقتي قبل المحاكمه، وانا بس اللي انا اقدر اقوله بان مفيش اللي انا اقدر اقوله من واقع الاوراق ومن واقع ان عدم علم كل المتهمين بالواقع على الاطلاق، مش دفاعا عن حد عشان تبقى حضرتك يعني واضح، ولنا عايز اقول ان النيابه العامه وجهت ليهم الاتهامات اللي هي خطف الطفلين او التحريض على خطف الطفلين، القصد الجنائي منتفي تماما، ويعلم القانونيين يعني معنى ايه القصد الجنائي منتفي تماما. الواقع انا مش عايز اخوض فيها بالتفصيل، لكن انا اؤكد قدام حضرتك والبرنامجك بان مفيش اي قصد جنائي متعمد عند المتهمين على خطف الطفلين على الاطلاق. تمام. انا بتكلم بخصوص اللي هم اعضاء او اسره البرنامج، ما عندهاش اي قصد جنائي متعمد على التحريض على خطف الطفلين. ده بالذات اللي ده انا اقدر اقوله وانا محتفظ باسرار او مفاجات مش هنقدر نقولها دلوقتي، هتكون مقالها قدام محكمه الموضوع فمش هنعلق عليها دلوقتي، بس مش عايز الناس تظلم الناس وتقول لا ده اعداد البرنامج او اسره البرنامج كان لها دور في خطف الاطفال او خلافه. لا، تتوقع الجلسه تبقى امتى يا استاذ عصام؟ طيب تليفونه فصل، ربما نرجع له بعد شويه. على كل حال هسيب الملف ده، ويعني اتمنى من كل قلبي طبعا انه زملائنا يعني طبعا يخرجوا من الازمه دي بشكل او باخر. بنلتزم بالقانون وبسير العداله وبنثق في القضاء المصري، وان شاء الله هنقدر ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع اكتر لما تتحدد الجلسه ونشوف الموضوع هيمشي في اي اتجاه. هروح دلوقتي محكمه جنايات القاهره اللي ادرجت اليوم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح و15 اخرين على قوائم، وده بناء على الاتهامات المنسوبه له في القضيه اللي بتحقق فيها نيابه امن الدوله. هذه القضية اتهمته بنشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر، وقرار المحكمة كان استجابة لطلب تقدم به النائب العام مطلع الأسبوع الحالي. ودكتور أبو الفتوح الحقيقة ألقي القبض عليه مساء الأربعاء الماضي وحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات. مزيد من التفاصيل معايا الأستاذ محمود المملوك الصحفي ورئيس تحرير موقع القاهرة 24. أهلا بيك أستاذ مملوك وشكرا على المشاركة معنا في البرنامج، ويا ترى إيه التفاصيل اللي عندك؟ أهلا وسهلا بيك يا أستاذ معتز وكل المشاهدين. أهلا بيك. التفاصيل زي ما حضرتك قلت يعني ببساطة، النهاردة محكمة جنايات جنوب القاهرة أمرت بالتحفظ على أموال وإدراج الدكتور أبو الفتوح و15 شخص آخرين على قوائم الإرهاب. الحقيقة إحنا قدام قرار مختلف لسببين مهمين جدا. ان القرار صادر من محكمه جنايات وليس من محكمه امور مستعجله كما جرى العاده في قرارات الاخوان او الجماعات الارهابيه الفتره الماضيه التي تلت ثوره 30 يونيو. وبالتالي هنا التقدير يعني لمحكمه موضوع، محكمه مهمه استجابت لراي النائب العام في مذكره رسميه مدعمه بالادله او التفاصيل،
وقرار اتخاذ القرار، على عكس ما كان يحدث في الماضي من تحريات الامن الوطني التي كانت توصل لمحكمه الامور المستعجله ويتم ادراج الاشخاص وفقا لقانون الكيانات الارهابيه من لجنه حصر اموال الاخوان وغيره، وبالتالي كانت عرضه للطعن والاستئناف عليها والمزيد من العدم الدستوريه في قرار. احنا هنا قدام قرار من النائب العام مذكره رسميه الى محكمه الجنايات موضوع بتنظر في هذه الاتهامات. ده اول دلاله. ثاني دلاله مهمه وهي ان قرار ادراج ابو الفتوح و15 شخص من الحزب على قوائم الارهاب ده ربما يستتبع قرارات اخرى من قبل نيابه امن الدوله فيما يتعلق بالاموال المتحفظ عليها من قبلهم. الاموال دي ربما تؤول الى قضيه اخرى وقضيه غسيل اموال او تلقي تمويلات غير شرعيه من الخارج ربما يتم التحقيق فيها وفحصها، لان اي اموال يتم تحصلها عبر اليات غير شرعيه او متحصله وفقا للجريمه فيتم تنفيذ قضيه منفصله عن قضيه غسيل الاموال، ربما ده يحدث او ربما الادله تنفي هذه التهمه، ده ما تكشف عنه الايام في الفتره القليله القادمه، وبالتالي احنا قدام تطور خطير في قضيه ابو الفتوح من قضيه نشر اخبار كاذبه في الداخل والخارج الى قضيتين منفصلتين وهي قضيه تتعلق بالارهاب وقضيه ربما تكشف عنها الايام القليله فيما يتعلق بغسيل الاموال هو وعدد اخرين من المنتمين للحزب مصر القويه. طب دلوقتي يعني ايه الخطوه الجايه؟ يعني احنا منتظرين ايه فيما يتعلق بوضع عبد المنعم ابو الفتوح؟ احنا منتظرين شقين، الشق الاول فيما يتعلق بالنيابه، نيابه امن الدوله وهي التي امرت بحبس 15 يوم زي ما حضرتك قلت في بدايه الخبر، وبالتالي اما تجديد حبسه مره اخرى وده متوقع يعني بعد انتهاء الموعد المحدد انتهاء المهله الاولانيه ومن ثم تجميع عدد من الادله والبراهين واحالته للمحاكمه بعدد من التهم المنسوب اليها مثل ما ورد في بيان الداخليه وبيان النيابه فيما يتعلق بنشر التهم تضر وتثير تجديد السلم والامن العام في الداخل وفي الخارج وتثير الفتنه، وبالتالي تجميع الملف بالكامل واحالته الى محكمه الجنايات للنظر فيه وهي في الاخر صاحبه القرار وصاحبه الاصل في الموضوع. طبعا. ده بالشق الاولاني فيما يتعلق بالنيابه، الشق الثاني فيما يتعلق بادراجه على قوائم الارهاب، هناك بعض المسارات القانونيه الطبيعيه القضائيه وهي الاستئناف والطعن على هذا القرار ومن ثم يعني ايه الدخول في المسالك القانونيه مع المحكمه لمحاوله فك هذا الحظر وفك هذا الادراج مره اخرى وازالته خلال الخمس سنوات المفروض اللي هي المده المحدده وفقا لقرار محكمه الجنايات جنوب القاهره النهارده. وهنتابع اكيد معاك لو في اي جديد، بشكرك جدا على هذه المداخله الاستاذ محمود المملوك الصحفي ورئيس تحرير موقع القاهره 24. طيب نسيب الموضوع ده نروح لموضوع تاني. النهارده المحامي الحقوقي خالد علي اعلن استقالته من حزب العيش والحريه تحت التاسيس ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وده جه على خلفيه اتهامات وجهت له بالتحرش ولاحد الاعضاء باغتصاب فتاه واللي عرفت اعلاميا بفتاه الايميل. حصل تحقيق داخل الحزب الحقيقه في هذه الواقعه. للمزيد بالتفاصيل هنروح مباشره للاستاذ محمود رمزي الصحفي المتابع لهذا الملف من بدايته لغايه دلوقتي. استاذ محمود ايه الجديد عندك؟ مساء الخير. مساء النور استاذ معتز وعلى حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. طبعا زي ما حضرتك احنا تابعنا مساله استقاله الاستاذ خالد علي المحامي الحقوقي على صفحته على الفيسبوك، والاستقاله دي جاءت نتيجه ضغوط كبيره جدا مورست على الاستاذ خالد خلال الاشهر الماضيه بسبب الايميل اللي ارسلته سيده او عامله في المركز في اواخر 2017 صادت فيه واقعتين، واقعة تحرش بما وصفته يعني واقعة تحرش وواقعة اغتصاب. واقعة الاغتصاب كانت في 2014 لاحد اعضاء الحزب وهو ايضا في المركز، والواقعة الثانية واقعة التحرش يعني وفقا لاتهامها الاستاذ خالد علي في 2015 منتصف 2015. دلوقتي احنا دلوقتي يعني اخر المستجدات هو مصير هذا الحزب وهذا الكيان يعني.
احنا بس قبل مصير الحزب، وطبعا مهم جدا، سؤال مهم بس لفت نظري، ان هو ان الايميل او البريد الالكتروني ده بقاله كذا شهر صح؟ اه يعني عايز اقول ليه كان في فتره زمنيه عملت كده فجوه زمنيه ما بين صدور هذا الايميل وادعاءات السيده او الفتاه، لان لغايه دلوقتي دي تظل يعني اي حد بيتهم حد بانه اتحرش او انه قام باغتصاب يعني لازم يحصل تحقيقات ومحاكمه وما الى ذلك. فعايز اقول ليه هي انتظرت كل ده، على او ايه اللي خلى الفجوه دي تحصل؟ سؤالك مهم يا استاذ معتز، والامر وفقا لما فسرته السيده المتحرش بها او المغتصبه وفقا للايميل برضو، ان هي رأت ان بعد واقعة الاغتصاب لانباء احد اعضاء الحزب في 2014 تم احتواء الامر بصوره او باخرى من مجموعه قريبه منها، لان راوا وضغط عليها ومارسوا عليها عده ضغوط ان لن تجني من هذا الامر الا مزيدا من الالم النفسي، واحنا في مجتمع شرقي وان الامر هيفسر وهيتداول بشكل غير يسيء ليها اكثر من يعني اكتر من الاساءه اللي هي شافتها او التعامل اللي حصل معاها. النقطه الثانيه هي برضو يعني وفقا لاصدقائها برضو اللي يعني تعامل معاهم ومصادرنا، قالت ان برضو الاستاذ خالد علي قدر يحتوي هذه الازمه لا خاصه بالواقعة الاغتصاب بصوره او باخرى يعني معاها. فننتقل ل 2015، يعني ان هي وفقا لكلامها ان الاستاذ خالد علي تم استدعائها بصوره او باخرى، يعني لانها بيتكلم معاها في شغل في مكتبه الخاص. هي حاليا عندي معلومات كده انها مقيمه بره مصر في اوروبا. هي قالت وفقا للايميل انها بعد وقعة التحرش بيها قررت انها تسافر بره مصر وتلقت علاج مده كبيره جدا وتأهيل نفسي لما تعرضت له سواء في الواقعتين، وان هي التحقت بعمل باحدى العلاجات الاجنبيه واستقرت، ورأت ان هي لو تقدمت ببلاغ او باي شيء من هذا القبيل مش هتجني منه غير الالم النفسي. تمام. حضرتك بتقول لي ليه قررت دلوقتي طيب حتى ترسل الايميل في نهايه 2017؟ هي وفقا لكلامها في الايميل يا استاذ معتز بتقول ان هي دي بالنسبه لها رساله تحذير الى من يعملون في هذا المجال. لان الاستاذ خالد علي كان مقبل على الانتخابات الرئاسيه والمجموعه وحملته وكان في استعدادات كبيره، فرأت ان في صوره تؤخذ عن الاستاذ خالد علي انه يعني مرشح ثوره وانه حقوقي وانه هو القادر وانه مؤمن بالعدل الاجتماعي ولهذا الكلام يعني. وفقا لحديثها هي قررت انها تبعت رساله تحذير الى من يعني المتوهمين بهذا الامر. تمام. خلاص يبقى يعني طبعا من وجهه نظرك كصحفي متابع لهذا الملف اديت لنا توضيحات كتيره بشكرك عليها، بس هو الحقيقه احنا حاولنا ان احنا نتواصل مع مصادر الخبر من داخل الحزب او المركز الحقوقي، جميع الاطراف اللي ليها علاقه مباشره بهذا الخبر، وهم كلهم الحقيقه ابلغوا فريق الاعداد عندنا ان هم بيرفضوا التعليق وبيرفضوا الدخول ومش عايزين يتكلموا في هذا الموضوع، ومنهم الاستاذ بلال الدوي. ده ناخد بقى تعقيب. لا الاستاذ بلال ما هوش في هذا الموضوع، ولكن لديه تعقيب وهو معايا على الهواء، وانا برحب بيه الاستاذ بلال الدوي رئيس مركز الخليج للدراسات السياسيه. استاذ بلال تعقيبك ايه؟ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، وبرنامج حضرتك جميل ودايما بتناقش القضايا بموضوعيه كامله جدا. شكرا. ودورك كبير جدا في الاعلام المصري. شكرا. اولا يمكن حضرتك حصل بعض الكلام في هذه القضيه فتاه الايميل، لان سؤال حضرتك انا سمعت المداخله اللي فاتت بتقول حضرتك ليه لماذا لم يتحرك احد منذ ارسال الايميل في نهايه 2017، لان الفتاه اتكلمت في القصه دي وقالت
ان ارسلت انا الايميل حتى يتم التحقيق والبت فيه واستماع لاقوال جميع افراد المتهمين، ولكن لم يتم تحقيق ولم يتم اي شيء في الموضوع وتم اخفائه وتم يحبوا يخفوا هذا الموضوع خالص. وبناء عليه لما الموضوع بدا انتشر على السوشيال ميديا والمواقع الالكترونيه، كان على الاستاذ خالد علي ان هو يظهر ويطلع اعتذار ويقول ان هو اعتذر من حزب العيش والحرية تحت التأسيس وكمنصبه كمستشار للمركز المصري. اول حاجة انا بطالب بهذه الفتاة بانها تتقدم ببلاغ للنائب العام، بما ان الحزب اللي بيدعي انه حزب الثورة وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية والكلام الفارغ اللي سمعناه من اعضاء الحزب تحت التأسيس، ارجو ان الفتاة تتوجه ببلاغ رسمي للنائب العام، ارجو ان مجلس اقام المرأة يتحرك يدافع عن هذه الفتاة، أرجو للمنظمات النسائية تتحرك تدافع عن هذه الفتاة بجدية تامة وتظهر حقها ويجيب حقها حتى ينكشف جميع أفراد القضية قدام الرأي العام. مش موضوع خالد علي بس، مش موضوع خالد علي بس، ده لازم يتم أيضا الكشف عن جميع أموال خالد علي باعتباره أنه كان مستشار المركز المصري، المركز المصري، وبناء عليه في حالة استقالته اي اموال هتيجي من الخارج لخالد علي او يتقاضى اي اموال لازم يتم مراقبتها ولازم يتم تقديم بلاغ ضده للنائب العام. احنا بصفته كان مركز المصري معروف انه بياخد تمويل، مركز المصري كان كل حاجه في مصر كان بيطلع بيان ضدها، الشرطه كانت الشهداء، اي حاجه بتحصل في مصر وكان هو مش في الدوله المصريه، انما اي حاجه بسيطه نفاجئ ببيان من هذا المركز ضد الدولة المصرية. طيب حضرتك متهم بالتحرش والاغتصاب انت واتنين معاك من المركز اسمهم معروفة استاذ معتز. طيب ما هو يعني عشان بس استاذ بلال، استاذ بلال تعالى نلتزم الموضوعية شوية، يعني علشان ما يتفهمش انه مجرد الادعاء على ايا كان هذا الشخص خالد علي او غيره اي مواطن مصري، هو اعتذر يا استاذ معتز، انك انت انك انت تاخد المسألة على ان هو خلاص ده قرار ادانة. خلينا ننتظر، انت قلت لازم يتحول للمحاكمة. انا بقول هو البلاغ. هو متهم ومعاه اتنين متهمين. خلينا ننتظر الى ان يثبت انه يحصل تحقيق في الموضوع ويبقى فيه اجراءات قانونيه ونفهم الموضوع بشكل قانوني وكل يوضع امام مسؤولياته. بشكرك جدا على كل هذه الايضاحات وعلى المداخله، الاستاذ بلال الدوي رئيس مركز الخليج للدراسات السياسيه، الف شكر. هرجع مره تانية الحقيقه واحنا على الهواء مباشره موضوع الزميله ريهام سعيد زميلتنا ومقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، في ربما مصدر دلوقتي تواصلنا معاه وعرفنا ان نتكلم معاه، المستشار جميل سعيد محامي الإعلامية ريهام سعيد. يا ترى ايه الجديد اللي ممكن تقوله لنا استاذ جميل؟ مساء الخير. مساء النور يا معتز. اهلا بك، الحمد لله تمام. هو كان الجديد الذي كنا نترقبه وننتظره انه غدا في عرض ريهام، الاستاذه ريهام، على قاضي قاضي الفردي للنظر في تجديد امر حبسها او تخلية سبيلها. وكنا بنعد العده وبنعد دفاعاتنا، وكان من بين ما نعده الفلاشه بتاعه الحلقه الثابت بها انها كانت تثبت انها لا تعلم محتوى او تفصيلات محتوى الحلقه، وانما كانت تدرك المضمون او الفكره الاساسيه. كما كنا سنعرض عليه المحمول الخاص بها والواتسابس اللي كانت موجوده على هذا المحمول اللي كانت من خلالها بتؤكد على من تواصلوا معها من البرنامج او من فريق البرنامج بابلاغ الشرطه. ولكن وبعدين ايه اللي حصل؟ علمت الان من مصادر من زملاء اصدقاء صحفيين موثوق بهم وانا اثق فيهم لانهم اصدق بهم لانهم اصدقائي. أي. ان القضيه احيلت الى محكمه الجنايات، وبالتالي الاحاله الى محكمه الجنايات بيشملها القرار الذي يصدر من معالي المستشار المحامي العام الاول الامر بالاحاله باستمرار الحبس دون العرض على قاضي الفردي. طب حضرتك ايه الخطوه الجايه بالنسبه لك؟ الخطوه كمحامي الاستاذ ريهام سعيد. الخطوه القادمه ان القضيه هتحال من نيابه شرق القاهره
الكلية إلى محكمة استئناف القاهرة ليتم عرضها على معالي المستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف ليحدد لها تاريخ عرضها على الدائرة المنوط بها نظر هذه القضية وهي دائرة محكمة الجنايات، ونمثل أمامها ونبدي دفاعاتنا. طبعا، إنما هل يقبل أي التماس لإخلاء سبيلها؟ لا لا، القانون لم ينظم أي إجراء في شأن إخلاء السبيل في هذه الحالة. كل ما علينا أن نترقب محكمة الجنايات لتقول كلمتها أولا في شأن استمرار الحبس أو تخلية السبيل، ثم في تحقيق الدفاع الذي سيطرح عليها بإذن الله. يعني ما فيش مفر أستاذ جميل، عشان بس يعني نفهم، ما فيش مفر من مسألة استمرار الحبس حتى تمثل أمام محكمة الجنائية. المحكمة الجنائية. وأنا أنا أنا الحقيقة يعني هناك من أسر إلي في بداية الحلقة التي تشرب بأن معاليك تقوم على تقديمها، إنه كان في يعني تأكيدات من الأستاذ علاء الكحكي أنا أؤيده فيما قال. وعايز أضيف بس معلومة حتى يعلمها القاصي والداني. تفضل. إنه محكمة النقد قد أرشت مبدأ مؤداه أن الأشخاص الاعتبارية لا تعد مسؤولة عما يقع من ممثليها من جرائم، وأن المسؤولية هي مسؤولية من ارتكب الجريمة شخصيا. يعني عايز ناخد مثال كده، حضرتك لو أنا أتيت إلى محطة معينة وارتكبت جريمة داخلها وكنت مرتبط معها بأي عقد أو ما يشبه العقد، فأنا هذه المحطة لا تسأل عما تنكب. يعني ربما إذا كان لذلك محل يكون في كلام عن المسؤولية المدنية، إنما المسؤولية الجنائية أو ما إليها لا تتصل بها لا من قريب ولا من بعيد. تمام أستاذ جميل، ما ينفعش نتنبأ طبعا بموعد الجلسة، مش كده؟ مش وارد. والله التنبؤات غير واردة في هذا، مش واردة. إنما إحنا اعتدنا انه القضايا الهامه والتي تشغل الراي العام واللي بيسموها قضايا الراي العام يعني لا يتاخر تحديد نظرها الى اجال ممتده، ولكن بيحدد الامر بالنسبه اليها، بتحدد بصفه يعني غير متراخن في شانها. بتمنى كل التوفيق لحضرتك وللزميلة ريهام سعيد، وبشكرك على هذه المداخلة المستشار جميل سعيد محامي الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير زميلتنا في قناة النهار ومن معها من طاقم إعداد البرنامج. وبكل أسف الحقيقة جاء قرار النيابة العامة بإحالة الزميلة ريهام إلى محكمة الجنايات محبوسة إلى أن يتم تحديد الجلسة. هنبقى بنتابع أكيد هذا الملف، وبنتمنى أنه الموضوع يعدي على خير، واحترامي الكامل للقضاء المصري والنيابة العامة ولسير العدالة، وهو ده الحقيقة موقف إدارة قناة النهار اللي بتشرف بالعمل فيها كمذيع لبرنامج آخر النهار. بعد الفاصل الحقيقة هنكمل شوية فيما يحدث من حولنا من أخبار، بس النهاردة هنقترب من ملف إنساني جدا الحقيقة هز المجتمع في محافظة المنوفية، وجع قلوب ناس كتير هناك، وهو جريمة قتل بشعة اتعرضت ليها طفل عندها 5 سنوات اسمها رودينا. كل التفاصيل هنعرفها النهاردة مع أهل رودينا، وهنشوف التأثير النفسي اللي حصل لهم والملابسات الغريبة اللي ألقت بظلالها على هذه الجريمة، والشاب المتهم بقتلها اللي عنده 16 سنة، ويعني اللي قيل في مصرع رودينا على يد قاتلها. كل ده من واقع روايات أهلها، ربنا يصبرهم يا رب وما يحطش حد في موقفهم أبدا. يعني هنكمل بعد الفاصل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. لا
لازم يدلي بصوته في الانتخابات زي ما بنعلم الشباب ازاي ينزلوا انتخابات اتحادات الطلبة، لازم بنعلمهم ازاي ينزلوا صوتك لمصر بكرة، دي بلدنا يا جماعة، انزلوا صوتكم أمانة لمصر، بنحسهم على المشاركة والمواطنة والانتماء للبلد. الفكرة نبعت من مبادرة من مجلس القومي للمرأة بالقاهرة بان احنا نوعي ولادنا بأهمية صوتهم الانتخابي، مش بصوتهم، دول بيتدربوا في مؤسسات في المجتمع وفي نفس الوقت من أسر، فاحنا عايزين ننشر فكرة ان صوتك بكرة لمصر. اي انتخابات هتبقى سواء محليات سواء الرئاسة سواء مجلس الشعب، ان لازم الواحد يكون ايجابي ويروح يدي صوته ويختار اللي هو عايزه، ما بنقولش روح اختار حد بعينه، لا بنقول اختار اللي انت عايزه. لما جينا هنا هتختارنا الشباب، هم المستقبل، هم اللي مصر يعني السنين الجايه ليهم. انا ببقى حريص كل الحرص على اني اي لقاء يجمعني بطلبه وطلبات الجامعات في كل انحاء مصر ببقى يعني بلبي الدعوه فورا، لان حاسس انه ولادنا محتاجين يسمعونا، محتاجين لهذا التواصل المباشر معاهم والاجابه على اسئله كتيره قوي حائره في اذهانهم. في تجربة جديدة حاصلة في المقطم، هنروح دلوقتي في بث مباشر للهضبة الوسطى المقطم، في مراسل برنامج آخر النهار تامر مجدي موجود وممكن يشرح لنا بالظبط التجربة ايه واهميتها. مش عارف هو تامر يعني سمعني ولا لا، انا عايزك تقدم لنا هذه التجربة وتجاوب على سؤالي. تامر مساء الخير. طبعا اولا لماذا انت في المقطم؟ أنا في المقطم أستاذ معتز علشان أهالي الهضبة الوسطى قرروا يعملوا حاجة مختلفة جدا. عندهم مشكلة إنه الناس بتتعامل معاهم إنه في غلاء كبير جدا في الأسعار، خصوصا في المنتجات الرسمية والسلع المعمولة، الرز والزيت والسكر والكلام وخلافه. أهالي المقطم قررت إنها تنزل عن طريق جمعية لكل الماركت اللي موجودة وكل الصيدليات اللي موجودة هناك وتعمل مبادرة ضد الغلاء، بمعنى إن هو كل من يحمل كارنيه من سكان الهضبة وجرنيه عضوية هذه الجمعية هيكون له تخفيض. يعني مثلا اللبن اللي احنا ماسكينه ده بيتباع بره ب 14 جنيه، كل من يحمل الكرنيه اللي هوريه لحضرتك بعد شوية في هذا العرض فقط هو لسكان الهضبة الوسطى بالمقطم. خلينا نشوف مثال حي للسكان اللي موجودين هنا ونشوف هذه السيدة. أهلا، مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. برضو هذا العرض لجمعيه تنميه وتطوير الهضبه الوسطى، حضرتك من سكان الهضبه؟ سكان الهضبه. اهلا بيكي. الكرنيه بقى موضوع ايه؟ موضوع الكرنيه، موضوع الكرنيه هو الحقيقه ان في جمعيه تنميه وتطوير الهضبه الوسطى بقى لها فتره وهدفها ان هو نطور الشوارع ونطور كل حاجه هنا في الهضبه بحيث انها تبقى يعني حياه ادميه. يعني الكرنيه دي مختلفه حاجه، نعمل كرنيه دي للسكان. الاعضاء اللي اشتركوا في الجمعيه بيطلع لهم كرنيه سنوي، بيبقى في اشتراك طبعا بسيط كل سنه بندفعه في سبيل ان احنا بنحصل على تخفيضات من السوبر ماركت، من المحلات، من الجزاره، من صيدليات. الكرنيه ده يا استاذ معتز هو المفروض انه كل من يحمل هذا الكرنيه هو له تخفيض غير خاص بقاطني الهضبه الوسطى، صح كده؟ وطبعا بيبقى الجمعيه معاها صوره من البطاقه بتاعتنا وعارفين ان احنا فعلا مقيمين هنا. يعني بكام بقى جبت الزيت؟ بكام الفرق قد ايه؟ لا فرق كتير، حوالي 2 جنيه ونص تقريبا يعني في الحاجه يعني. حضرتك من الناس اللي المشارك هنا؟ صاحب المحل جملتش ماركت يسرى ابو شادي. طبعا انا عجبت طبعا بالفكره، جه استاذ احمد المصري والجمعيه عرض عليا الفكره فطبعا رحبت بيها، وبرضك لقيت ان انا بساهم فعلا ان انا ارفع العناء على الشعب المصري، وريت طبعا طعم على كل مصر. عظيم. خليني اسالك بقى، يعني لو في مواطن من غير الهضبه معهوش الكرنيه بيتعامل معاك ازاي؟ كنت سعر اعلى اللي هو السعر العادي اللي هو طبيعي في اي ماركت تاني. طيب. احنا حبينا بقى نميز بتوع الهضبه بتوعنا او سكان الهضبه علشان برضك يبقى في تميز بينهم وبين الاسعار بره. عظيم. قول لي باشا حضرتك بتشتري من هنا يعني بكام والاسعار اخبارها ايه وايه موضوع الكرنيه ده سريعا؟ لا هو مبدئيا احنا من سكان الهضبه بس انا نائب رئيس الجمعيه ومعايا استاذ احمد ده رئيس الجمعيه، احنا بس جايين بالصدفه بنعمل متابعه على فتشوا كمان يعني نزلوا طبعا
طبعا. الموضوع كده ده ليه تخفيض يعني للاكل بس وللشرب ولا كمان للصيدليات والحاجات الطبيه؟ يا فندم عاملين المبادره دي على كذا مستوى، من ضمنها السلع الاساسيه للمواطن المصري او المواطن الهضباوي بقى زي ما احنا بنسميها، والمبادره الصحيه للمراكز الطبيه والصيدليات، وفي عندنا كمان للحوم والحاجات دي كلها. حضرتك اسمك ايه؟ دكتور محمد لبن. حضرتك دكتور جاي تشتري ولا حضرتك ليك باقه المبادره؟ انا طبعا انا من سكان الهضبه، وانا يعني صاحب صيدليه دكتور لبن في الهضبه الوسطى، وداخلين مع الجمعيه في توفير الادويه كلها لاعضاء الجمعيه. تمام، يعني حتى الادويه الناقصه اي حاجه مش موجوده خالص عندنا. برضو دكتوره لاعطاء الحقن للسيدات في المنازل. وممرضات. احنا مقدرين الجمعيه، دول اعضاء الجمعيه يا استاذ معتز جايين عشان يفتشوا كمان على فكره التنفيذ، يعني كل من يحمل هذه العضويه في منطقه الهضبه الوسطى يقدر بيشتري بتخفيض خاص للهضبه دي. اهالي الهضبه عندهم افكار ومبادرات كتير ممكن يعملوها في خلال الفتره اللي جايه، متواصلين معاك وعوده ليك لو في اي سؤال ممكن اساله للموجودين معايا يا استاذ معتز. للأسف مفيش وقت، بس بشكرك يا تامر جدا، وتحية طبعا لأصحاب هذه الفكرة اللي يعني أكيد بتساعد الناس في ظروف غلاء وما إلى ذلك. أفكار بره الصندوق ممكن أنها تعمل يعني خدمة للمجتمع، وبنرحب بأي أفكار بره الصندوق، لأنه 100% أي شيء بيبقى فيه وفر ولو حتى قدر ضئيل بيعمل فرق، وهو نوايا تسند الزير على رأي المثل. شكرا لتامر مجدي ولضيوفه في منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم. النهاردة هنقترب من ملف الحقيقة مأساوي بكل أسف، بس هو الحياة كده فيها وفيها. الملف ده وجع قلوب ناس كتير في محافظة المنوفية، وبيتابعونا احنا بقالنا كذا يوم كنا بنتكلم على مقتل طفلة اسمها رودينة عمرها 5 سنوات دفعت حياتها بسبب شهوة شاب من جيرانها عمره 16 سنة على حسب ما بتقول التحريات والتحقيقات لغاية هذه اللحظة. هو المتهم الرئيسي في هذه القضية هذا الشاب، واحد من جيرانها، إنما التفاصيل مؤلمة جدا جدا هنتعرف عليها من أهلها اللي هيكونوا في ضيافة البرنامج بعد الفاصل الإعلاني. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. يا حبي غالي طول عمري بكاك الحب وسرت الحب وظلمت. أنا من المنصورة من السملاوين. أنا حفيدة أخت أم كلثوم. النهاردة الحفلة دي يعني يمكن حاجة بسيطة جدا إن احنا نبقى في ذكراها ونعمل حاجة يعني تتني بيها شوية. غني لي شوية شوية، غني لي وخد عيني. أنا سعيدة بإن الجامعة هي اللي عاملة تكريم لأعضاء مسلسل أم كلثوم، واللي بعد فترة طويلة من المسلسل وبعد فترة كبيرة جدا من وفاة السيدة أم كلثوم، الجامعة تفكر إنها تكرم اللي قاموا بالعمل ده وتعمل الحفلة الكبيرة دي. ده شيء رائع جدا، كنت بتمناه طول عمري إن يبقى الجهات العلمية متواكبة مع الجهات الثقافية اللي بتقدم شيء للشباب وللمجتمع. هو ده الفن اللي بجد، اللي هو اللي يعيش بالعشرات السنين. يعني شوفي لما تتوفى 40 سنة واحنا تلاقينا بنحفظ اغانيها واللي جاي هيحفظ اغانيها. هو ده الفن اللي بجد، اللي هو اللي يعيش مهما صاحبه توفى وعدت عليه سنين في حياته يفضل الفن اللي بجد. هو ده اللي يعيش سنين وسنين وسنين، ومش بس 43، ان شاء الله الاجيال اللي بعدنا كمان هتعدي يمكن 100 سنة و 200 سنة ولسه اغاني ام كلثوم هتفضل تتقال. طبعا ام كلثوم شخصيه عربيه مصريه الجنسيه، هرم من اهرامات مصر، لكن هي ملك لكل العرب، ملك لكل اللي حسوا بكلمات اللي غنتها، ملك للناس كلها اللي حبوها وامنوا بيها، يعني شيء عظيم جدا. زي الليلة الليلة زي الليلة. احنا النهارده
النهارده كانت فرصه كويسه جدا ان احياء ذكرى وفاه الراحله ام كلثوم، ان احنا الطلبه ياخدوا فيها يعني فرصتهم ان هم يعرضوا اوبريت عن الفنانه الراحله ام كلثوم، ويستعرضوا اصواتهم الجميله جدا جدا. يعني احنا عندنا كم هائل بصراحه من اصوات فنيه جميله جدا. ولا قلبي قد عذابه عذابه. الحقيقة أنا في موقف صعب جدا، لأني بستضيف دلوقتي أسرة الطفلة رودينة 5 سنوات اللي هزت قضية مقتلها في المنوفية الرأي العام، ويعني مش بس في المنوفية، في مصر كلها الحقيقة. رودينة فقدت حياتها بكل أسف على إيد شاب جار ليها، تعامل معها كذئب بشري. يعني تفاصيل كتير في موضوع مقتل رودينة مع الأسرة، لعل وعسى يبقى فيه عبرة ناخدها من هذه القضية ونقترب أكتر من مأساة أسرة مصرية مسالمة جدا، عايشين بما يرضي الله وعايشين مبسوطين مع أولادهم ومع جيرانهم، ومفيش مشاكل ما بينهم وبين أي حد، غير أن القدر والقضاء وإرادة ربنا سبحانه وتعالى كانت كاتبه لهم شيء ما بيبقاش على بال أي حد في الدنيا، واللي بيروح ما بيرجعش، ولكن يعني مفيش في إيدنا غير حاجة واحدة بس، هي الدعاء ان ربنا ان شاء الله في الجنة ان شاء الله، ويصبر الاهل اللي انا هبتدي طبعا اعرفكم عليهم دلوقتي، ونعرف الرواية حصلت ازاي ومشاعرهم ايه ومطالبهم ايه. برحب طبعا بست سنية فتوح، والدة رودينة فتوح، محمد فتوح، سنية محمد فتوح. اهلا استاذه سنية والبقاء لله. انا اسف ان انا بقابلك في ظروف صعبه زي دي. واستاذه ساميه محمد فتوح خاله رودينة، اهلا استاذه ساميه، مساء الخير. استاذ عبد النبي عبد الستار والد رودينة، البقاء لله يا عم عبد النبي. واستاذ وائل محمد حسنين وهو من اقارب رودينة، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. هبدا مع والده رودينة. المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي محتاج يعرف، انت تعرضتي لمأساة وربنا يصبرك، وكويس ان انت جاية وقاعدة وبتكلمينا، احكي لنا الموضوع حصل ازاي. حضرتك انا باجي من الشغل كل يوم الساعة 4:15 في التوقيت كده، انا ممرضة. ايوه. وشغلة في عيادة التأمين في اويسنا. في اويسنا. ايوه. انا بروح من شغلي بتبقى الساعة 4:30. انت جات قابلي تزابت قابلني كل يوم انا ووالدها، وطلعنا فوق البيت قالت له ابوها جايب لها شوكولاته وجايب لها بسكوت واحنا جايين، قالت له لا انا مش عايز، انا عايزه جنيه. انا جايب مديها الجنيه، قعدت تبص في ابوها على ما خدت الجنيه منه وكده. تمام. ايوه. لا مش هتكلم ابوس، هاتي بوسه والكلام ده. قعدت تبص فيه وكده، وقعد يلعبها شويه، وبعدين خدت بعضها وقام جاي نازله ايه الشارع. نزلت البيت غابت كده بتاعي 10 دقايق ربع ساعه، نزلت احساس جالي كده خلاني ان انا انزل ورا البنت ادور عليها. احساس جالي كده انزل. ما كنتيش مرتاحه كده؟ لا مش مرتاحه. نزلت رحت ابص على البيت شمال يمين مانيش لاقياها. في شويه اطفال جنبنا، هي كانت بتلعب معاهم وكانت ايه يعني في الحته بتاعتنا. بسأل الأولاد بقول لهم يا أولاد رودينة فين يا أولاد؟ قالوا لي ده كانت قاعدة مع حسن هنا بيلعبها بالتليفون. فقلت لهم طب ما تعرفش؟ قالوا حسن خدها. أنا كان عبيها قدام البيت، بعدين خد البنت ودخل بقى جوه. ندعت علي حسن، قام جاي فتح الشباك وباصص لي. رودينة فين يا حسن؟ قال لي ماشي هنا. بس بقى مشينا بتاعته بغباء مرتبك. ايوه. مشينا لقيت ابوه بيقول له لا مفيش حد هنا، روح دور على بيت.
قال لي بنت كاتا واقف ورا البوابه. قال انا طردتها والابن واقف في الشباك كانت بتلعب وفرجتها على التليفون وبعدين طردتها وقلت لها يلا امشي. قلت لها يلا امشي روحي. شوفي بنتك تكون مشيت كده او راحت في اي حته. ده الولد بابوه الولد ابوه جوه جنب البوابه. ابوه قال له قول لها ما عندناش حد روحي دوري عليها في حته ثانيه. بنتك ماشيه هنا. انت صوتك رايح وكده من كتر من الحزن والبكاء اللي انت فيه طبعا من ساعه يعني بنتي ما اختفت. جيت قعدت برضه اروح شمال ويمين ادور على البنت مش لاقيها. بابا بيبص من الشباك عندنا فلاني واقفه في جنب الحيطه كده عمال اعيط. في ايه بتعيطي ليه؟ في ايه؟ قلت البيت مش لاقياه البيت. واحساس مكان يعني واقفه مكان متسمره لا قادره اروح لا شمال ولا يمين. جاي واخدني من طرطب على طب بس تعالي روايه بس هتلاقيها راحت كده ولا كده. خدني وقعدنا عند البيت قعد يدوروا عليها ونادوا في الجوامع والكلام ده كله. وراح لهم البيت هناك وكلمه ابوها قال له بنتك مش عندنا. الاب اللي خرج بنتك مش عندنا. عمل له طب انت اهل ابنك اللي خرج انت اهل ابنك اساله. قال له بنتك كانتش هنا هي كانت هنا وانا طردتها وقلت لها يلا روحي العبي بعيد. يعني حصل مواجهه مع الاب قال لكم مشيت لا مشيت والابن برضه قال نفس المواد نفس الكلام. وطبعا انت كل ده والافكار بقى ده بقى انا خدت بقى بابا خدني ودانا عند البيت. اجرينا بقى قلبي بقى وكلنا على بنتي عمال اعيط طبعا. بنتي راحت فين؟ بنتي راحت فين؟ اهلي وجيراني والكلام ده كله ولاد حتتي ناس وعمامها والكلام ده كله جم اتلموا حوالين مني. بدأوا بقى بعد كده بقى انا ما في موال تاني عياط وصوات. بنتي هتقولي بنتي انا عايزه بنتي. شوفوا لي بنت راحت فين؟ معرفش. يعني كل ما الوقت بيعدي وانت كل ما حالتك بقى قلبي يكون عليها الجو غايم خوفي خوفي. تحبي تحبي يا مدام ثانيه تكملي عشان بس مدام ثانيه يعني رفقا بحالتها انا مشفق عليها جدا وصوتها يا عيني صوتها مش طالع. ربنا يصبرنا على قد بلوتها يا رب. ربنا يصبرنا على قد بلوتها ويرجع لكم حقكم ان شاء الله بما يرضيكم جميعا. وانا بثق في 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 العداله بتاعتنا وفي القضاء بتاعنا. اتمنى من ربنا كده. كملي لي بصي اللي بيتابع دلوقتي يمكن مش عارف ايه اللي حصل. كمليني من اول ما ام رودينا عيطت وفضلت تفكر في افكار سودة بقى. الشباب ابتدوا يمشوا في البلد. الناس تنادي في الجوامع يدوروا اللي في الغيطان اللي في الترعه اللي يروح مشروع اللي ياخد موتوسيكل ويدور. كل بقينا محتاسين ما بقناش هنروح لفين. في الوقت ده لقينا الاب يجي يقف في وسطنا يشرب سجاره يبص كده ويبص كده ويرجع شويه. الابن يجي ابتدى الابن يدور معانا ابتدى يخرج ينادي معايا في الجامع ابتدى يتحرك معايا. واحد يروح واحد يجي برضه مش في دماغنا ان يعني مش متوقعين حاجه زي دي. مش شك مش طبعا شك فيك يعني. بس الوقفه ذات نفسها قلق. يعني انت شفت اللي بيبقى واقف عمال يتلفت على حاجه مش لاقيها حواليه مرتبك كده ومش طبيعي كده. بينا نجري ونروح ونيجي. في الوقت ده بقينا دخلنا على العشاء. جه بقى جوز اختي بقى عمل اللي عمله بقى. احنا مشينا في طريق وبقينا ماشيين في طريق جينا في العشاء بقى بعد العشاء على طول. خدنا قلبي وجعنا على بنتي بقيت اعيط مش هكدب عليك بقيت اعيط واقول لأمزة بنتي بنتي أمزة يا ولاد اديني حاجه ادور عليها. قلبي وجعنا عليه ما بقتش عارفه اعمل ايه. خدت بعض وخدت كشاف لا اله الا الله. خدت بنت اخت وخدت اخوي بقيت نازله في الترعه في البرسيم في لمؤاخذه الزرايب بتاع البهايم ما بقتش عارفه اعمل ايه. يا رودينة يا رودينة الناس يقولوا لي يا بنت هتدوري يا بنت روحي. قلت لهم انا عاوزه بنتي عاوزه بنتي. في الوقت ده في رجوعي لقيت الناس كلها واقفه عند الباب. ازاي انا ما اعرفش يعني صدمه كده. وقفت كده ايه يا ولاد عند باب البيت عنده قدام بيته يعني عارف قدام بيته ازاي الناس واقفه. حاجه الهمتني كده لقيت الجدعان واقفه وانا واقفه. افتحوا لي الباب افتحوا لي الباب انا عاوزه بنتي. واصوت عارف يعني ايه بصوت
عارف يعني حرقة قلبي على بنتي تسوى ايه؟ تسوى ايه؟ الناس من حرقة قلبي على بنتي زقوا معايا الباب، فتحنا الباب لقيت الأب واقف ببروده بجبروته واقف على الباب يقول لي ما تخشيش. معلش في الجنة إن شاء الله، في الجنة إن شاء الله. ربنا ينتهي عشان ربنا هيرجع لك حقك. ربنا فوق الكل يا حاج، ربنا المنتقم، ربنا فوق الكل. ما هو دي ضناه وماتت موتة بشعة، الراجل انهار لما سمع مرة تانية. أنا آسف، أنا بتأسف لك، أنا آسف. دموع الرجال غالية يا جماعة، مش سهلة. معتز عايز اقول لحضرتك لا يمكن لأي مخلوق انه لأنه يتحمل. انا عايز ارجع لك والله يا وائل، بس الحاجة سامية، الحاجة سامية بس تكمل لنا القصة لان احنا وقفنا عند نقطة. رجعتي لقيتي الناس كلها واقفة قدام الباب، واقفة قدام الباب، الباب انهار. هو الباب ده في وش في وش البيت؟ لا لا لا، بين وبين اختي في بيت، واختي في شارع كده صغير ما بينهم وبيت اختي، يعني بيت اختي شارع بيت البيت جنبه تمام، بس البيت وشه مش للشارع ده، للشارع التاني محاول كده. بس انتوا في ارياف في نفس يعني المكان، يعني جيران جيران منطقه، يعني مش مخوناك مش من دي خيانه. حرقه قلب على بنتي، مش هقول لك لساني نشف. عارف يعني ايه لساني نشف؟ طبعا. من كتر مناديتي على بنتي لساني نشف، ما بقتش عارفه اتكلم، بقيت ارزع على الباب، برزع على الباب، بقيت اصوت، الناس قالوا افتحوا لها بنتي، افتحوا لها، فعرفت الجدعان معايا. فتحنا الباب ودخلنا. في دخلتي لقيت الاب وابنه واقفين. انتش داخلين؟ قلت له لا، بنتي جوه عندك، بنتي عندك جوه. في الوقت ده احنا طلبنا ان احنا نفتش في البيوت والمنطقه بحل. اول واحد احترض هو، قال لا. فتشنا بيتي وبيت جارتي وبيت دي وبيت ده، وجينا لحد قال لا ما حدش يخش بيتي. في الوقت ده احنا كنا ورا بقى، انا هو محتار ان هو حد يخش البيت. وانت معاكي بقى ايه؟ معاكي اهل البلد؟ معايا اهل البلد في ظهري. وداخلين، دخلنا كلنا بشباب وعيالي بكله، زحفسخنا الباب ودخلنا لقيته واقف في بقى باب كده، له باب داخله كده من الباب، ورا الباب كده في اوضه، اوضه النوم اللي لقيت عليها الدم بالملايه، فاهمني؟ يعني مش هقول لك انا عملت ايه، بقيت اصوت، بقيت اصرخ، صراخي خلى البلد هاجت. اكتشفتي الموضوع؟ خلاص خلاص بقى، لقيت الدم، ما انتش داخله. قلت لها خش. طالعين فوق، جزء طلع فوق، في بقى وراه بقى ايه، بدروم واقف هنا كده في مكان كده زي باب كده. مش عاوزنا نخش فيه. الجدعان اتكتروا عليه، زقناه، دخلنا مقبره ضلمه كحل، ضلمه كحل. اصوت، صوتنا لنا ملا السرير، دم على الارض، الملا بتاع السرير عليها دم، بعد ما لقيت الملايه وعليها كل قاعه. ايه الدم ده؟ ايه الدم ده؟ يقول لي معرفش معرفش. قلت له ايه الدم ده؟ يقول لي اصل ذبح فرخه. ذبح فرخه؟ تبقى بنتي. ذبح فرخه؟ بنتي. بنتي. بقيت منهاره، ما بقاش عارفه اعمل ازاي. الجدعان دخلوا جري على البتاع على البدروم. دي بقى البدروم كده حمام، مطبخ، حمام قصاد المطبخ كده في نازله تنزل تنصيب، تلاقي البدروم. في البدروم ده بقى الجدعان جابوا الكشافات، ادنى لا عدوى ولا حبيب يشوفها، كراكيب، نتانه، زباله، ما تعرفش لقينا فيه ايه بقى. دخلنا جري، بقينا ندور، نقلب الكنب، نقلب بتاع، لقينا الدولاب. دولاب؟ دولاب. لقينا دم في ارضيه الدولاب، قالع درفة الدولاب، هتدخل الان اللي عمل بها الدم مسح بيها، حط القرآن تحت، حط درفة الدولاب عليها، حط خشب كتير عليها. ابتدى الجدعان تنزل لي القرآن، افرج جلابية كبيرة كده يا استاذي، الاقيها كلها دم، اشمها الاقيها ريحة الدم، اقول لهم بنتي انقتلت، بنتي انقتلت، بنتي ماتت، عاوزة بنتي، عاوزة بنتي. الجدعان سكتوني، قال اصبري بقى، ينزلوا من على الدولاب دم طري. عارف يعني ايه تلمس دم طري؟ طري. جرجروني يخرجوني بره، قلت لهم لا انا مش هخرج، محدش يخرجني، محدش يخرجني، بنتي عاوزه بنتي، هتقولي بنتي
الجدعان بصراحه بجحته وبروده نزل وقف جنبنا. بقول له بنتي فين؟ قال لي ما شفتهاش. قلت له انا عاوزه بنتي. ما شفتهاش. تلاقي دوري عليها بره. ابنه نزل جنبه قام غمزه. الابن والاب خرجوا جري على بره. جري بره. جدعان الحته جري وراه مسكوه ضربوه ودخلوه. يعني هو كان معاكم بيدور في نفس الخرى البدروم بيدور معايا فيه. ايه الجبروت ده؟ بيدور معاك هو وابنه واقفين معانا. لما عرفنا ان هما عايزين يهربوا بقى. اه في الوقت ده الجدعان شافوهم بيجرم جري وراهم جابوهم. اه طبعا طبعا ضربوهم. اهل البلد طبعا انا مش عارفه بنتي فين. سيبوه دخلوه لي جوه تاني بقى. كل شويه يروح على المطبخ يغسل وشه ويجي. انا خايفه لوحدي جوه معاه قاعد على باب البدروم خايف اخرج يشيل حاجه يعمل حاجه طبعا. خايف اخرج. لقيته انت قاعده كده ليه؟ قلت له قاعده. اديني بنتي اديني بنتي وانا همشي والله ما هقول لحد بس اديني بنتي مش عندي. شدني من جلابيته قطعها لي تحت باطي. قلت له مش هخرج. المهم لقيت الناس دخلت ابتدت تخش. كان عبدي بقى دخل بقى وقالوا اطلبوا المركز وقعدة زعيق وحوارات ومعرفش ايه. هو بقى يكمل لك بقى لحد كده. انا تنيت نادى لحد المركز ما جه وقبضوا عليه. انتوا كنتوا في موقف مش هقول رهيب. لك لساني نشف موقف ما من كل صوتي على بنتي. كمل لنا بقى يا عم عبد النبي. وانا بس مش عارف اقول لك ايه. انا حاسس ان كلمات العزاء يعني مش انا نفسي مرتبك وانا بقولها لك لان مفيش حاجه هتصبرك ولا حاجه هتمنع المأساة اللي انت عايشها. بس للي بيتفرج علينا عايز تقول ايه؟ حزب الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منه يا استاذ. يعني انت مش متوقع جبروت الراجل ده في وسطنا قاعد يذبح بنتي وياخدها وقبل كده كان بيذبح حمير ويبيعها. يذبح بني ادمه زي دي طفله زي دي بريئه عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ ردينا عملت لك ايه؟ ظلمتك في ايه؟ ابنك يستدرجها لجوه وياخدها يبيعها ليه؟ عملت فيك ايه؟ قول لي بنتي عملت ايه؟ طفله عندها 4 سنين ما عانتش اي حاجه في دنيتها الا تضحك تلعب تهزر معاك ومع غيرك. قول لي عملت فيك ايه؟ جباراتك راح فين؟ قلبك راح فين؟ ايمانك راح فين؟ قلبك ما وجعكش على طفله زي دي؟ طفله زي دي تبيعها يا مجرم؟ ليه؟ ليه؟ انا مش قادر اقول لك دموعي ناشفه من كتر عياطها على بنتي. دموعي نشفت. الله يكون في عونك. نشفت لما امسك دم بنتي بايدي كده ومش طايلاه. مش لاقيه بنتي. لما اقلب قباله زباله تحت في المقبره اللي هو عاملها اقلب واصور مش لاقي يا بنتي. عاوزني اعمل لك ايه؟ ها؟ وفجره الافاجر واقف في وسطي واللي بنتك مش عندي، بنتك مش عندي، عاوزني اعمل لك ايه؟ واقف بيدور معايا واقف بيدور معايا، واقف في وسط الجدعان، والجدعان اول ما نزلنا الخولان سحب بعضه وطلع يجري. طب هل في بشر من النوعيه دي؟ قول لي انا مستغرب. قول لي يعني انا يعني بقول الراي العام كله. ايوه نفسي انتوا تحكموا عليه بايه؟ مش انا اللي هقول، انتوا تحكموا عليه الراي العام وسياده الريس. حق بنتي مين هيجيبهولي؟ حق ردينا الطفله البريئه عملت ايه؟ شايف منظرها؟ شايف صورتها؟ طفله زي دي تتباعها ليه؟ استغفر الله العظيم. عملت فيه ايه؟ استغفر الله العظيم. قلبه ما قالوش حرام عليك. سيبها في سبب. قال له ليه كده؟ انا مش عارفه اقول ايه. ابي يا استاذ مش عارف. عم عبد النبي انا عايز اعرف انت هو في خلافات بينك وبين الناس دي ولا حاجه؟ لا استاذ معتز انا ماليش خلافات مع اي حد. انا مواطن زي اي مواطن عادي غلبان بعيش في وسط عيالي من شغل لبيتي. ايوه ماليش اعداء مع اي حد. انا هكذب ليه؟ من في ظروف عند حد بروح ما فيش خلاص. اه انا جيت من شغلي الساعه 4:30 كده تقريبا مع زوجتي. ودخلت بيتي بنتي جت لعبت على حجري وقعدت تبوس فيا. عندها 4 سنوات
وتقول لي يابا انا عايز اجيب حاجه. اديتها فلوس نزلت. عم عندنا امان، احنا فلاحين يا استاذ معتز، احنا فلاحين وبيننا امان في وسط جيراننا، مفيش اي حاجه، بنته عندنا، ابن عندنا، مفيش في دماغنا اي حاجه. فبنتي نزلت وانا اتوضيت عشان اصلي في الوقت ده. وانا ساجد لربنا في اخر ركعه كده، في شيء الهي سبحان الله الهام من ان بنت كده تايهه مني، بنت كده مش لاقيها، بدور عليها مش لاقيها. فخلصت صلاه واستغفرت ربنا، فببص كده من البلكونه من الشباك، الشباك كده، لقيت مراتي قلبها كل على البنت، يعني نزلت بعدها ب10 دقائق تقريبا او ربع ساعه. حاجه زي كده. ببص لقيتها واقفه بتعيط قدام بيت القاتل. قدام في وشه كده. فانا هنا ببص بشوفه سعادتك وجنبي مني على طول. والله بتعيط ليه وانا فوق؟ قالت لي مش لاقيه البيت. نزلت لها. قلت لها ما تخافيش، هتروح فين؟ هكون عند حد من قرايبنا من صحابها بتلعب. قالت لي لا، انا سالت الاطفال اللي بيلعبوا معاها قالوا لي كانت مع حسان ندى عليها وكان بيلعبها بالتليفون. ورحت اندى على حسان بقول له يا حسان، يبص لي من الشباك كده يقول لي ايه الولاد عندك؟ قال لي ماشي عندي. وقالت لي سمعت صوت ابوه ورا الباب، ابو والده ورا الباب، قال له قول لها مهشنا. طبطبت على مراتي وخدتها قدام بيته وقعدتها، وانا فضلت بقى الشباب من صوت مراتي بدأوا يتلموا والناس بدأت تتلم، قالوا ايه مش في دماغنا ان احنا هندور عليها. فانا رحت وصلت للباب، خبطت على الباب، مين اللي فتح لي؟ الاب الذئب الكبير، القاتل الكبير اللي ما عندوش رحمه ولا دين. يعني اللي عمله الاب وابنه ده ما يرضاش ولا كافر ولا مسيحي ولا مسلم. هو الاب ولا ابنه؟ الاب وابنه. الاب وابنه ده اشتركوا بقتل بنتي. اشتركوا بقتل بنت الاب وابنه. فالاب قال لي ايه؟ بنتك مش عندنا. قلت له طب اسال ابنك، لان الاطفال واللي كانت بتلعب قالوا كانت مع ابنك، ولسه ابنك كان بيقول كانت معايا. فضل ينكر. نده على ابنه. ابنه جاي لي كده من تحت متلخبط ووشه محمر كده، بيقول لي بنتك مش عندنا. قلت له يا ابني مش كانت معاك؟ كنت بتلعبها بالتليفون؟ قال له كنت بلعبها بالتليفون وكانت قاعده معايا، وانا كرشتها. كرشتها فين؟ قال له بره ناحيه الغطان مشيتها وخلاص. طب يا ابني بتكرش طفله ليه؟ طفله عندها 4 سنين، انت خدتها بتلعبها ليه؟ هي ولا من سنك ولا من دورك. الله يرحمها ويحسن اليها. بص يا عم عبد النبي، في ناس كتير قوي قوي بتكلم البرنامج دلوقتي متعاطفين معاك وعايزين يعزوك. ممكن بعد اذنك بس نستقبل؟ انت عايز، انت ليك طلبات انا عارف، والطلبات هي القصاص العادل وسرعه انجاز المحاكمه، والنائب العام لن يتردد ان هو يحيل المتهم في يعني اقرب ولا باقصى سرعه للمحكمه. تسمح المشاهدين اللي بيتصلوا بس يعني يسيبونا بس اكمل يعني 5 دقائق. طب اتفضل. فما دورت على بقى مشيت، مش في دماغي برضو اي حاجه، انا مش في دماغي حاجه ان في حاجه تحصل كده لبنتي. دورت وندورنا في الغطان وفي كل حته سعادتك، ما لقيناش البيت المغرب ادنا عينه، مفيش اي حاجه. فقالوا لي، قلت اروح اعمل ايه؟ قالوا لي اعمل محضر فاقد لبنتك. وصلت سعادتك على نقطه البلد، قالوا مش عندنا. انت فين؟ تروح تعملها في الاسم؟ في الاسم في المركز. رحنا على المركز في قويسنا. وانا ماشي في الطريق جالي سعادتك تليفون ان في طفله تايهه وموجوده في مسجد المساعي جنب المركز. شوف لو كون بنتك. ما كدبتش الخبر. تمام. انا غريق بدور في اشياء عايز بنتي. فقمت رايح اكيد جري. رحت على طول. اهل المسجد اللي قاعدين كانوا تقريبا هيصلوا بقى، دخلنا هيصلوا العشاء. قلت لهم في طفله عندكم انا والدها. قالوا ولد الطفله جه خدها وعماها قاعده اهو، ما هيش بنتك يا عم الحاج. وربنا عطرك في بنتك. مشيت رحت على المركز، من على باب المركز قالوا لي محضر الفق بعد 24 ساعة. بيرضى ربنا. انا بقول لك طفلة تايهة تقول لي بعد 24 ساعة؟ انا لسه ما اعرفش ان فيها حاجة. ما اعرفش. برضه انا مشيت. على ما وصلت سعادتك البلد لقيت البلد هايجة مولعة.
اهل البلد كلهم واقفين كله اطفال وحريم ورجال كله هايج كله بقى كله 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 البلد كلها سعادتك اه كل سمع الموضوع البلد سعادتك كله وجه البلد سعادتك زياده عن 30,000 نسمة كبير كبير الناس معانا ناس كلها معانا مشكورا مشكورا الناس كلموا السيد النائب احمد رفعت ما تاخرش اتصل بمدير الامن واتصل هنا واتصل هنا برضه ما تاخرش بصراحه وقف معانا فسعادتك قالوا هنفتش في بيوتنا كلنا هنفتش في بيوتنا كلنا الاول وضع المتهمين دلوقتي ايه مقبوض عليهم هقول لسعادتك ايوه هقول لسعادتك ضروري أيوة. عشان لازم اطلع فاصل قول لي هم فين دلوقتي هم دلوقتي في مركز اوسنا مركز اوسنا هم مقبوض عليهم أيوة. مقبوض عليهم الاثنين عملت بلاغ طبعا وجات الشرطه وقبضت عليهم بعد ما لقت ال ايوه ايوه الدم هم كانوا سعادتك انا متهم ابو الواد هو وابوه متهمهم الاثنين هم اللي قاتلين بنتي لان بنتي كانت عندهم في البيت طيب معلش هم اتفقوا يعني هكمل معاك يا عبد النبي معلش اعذروني لازم اخد فاصل اعلاني وارجع واذا كان في اي تليفونات هناخد منها يمكن جزء صغير عشان ندي فرصه لافراد العيله ان هم يكملوا حكايه الماساه بعد الفاصل خليك معاك أنا معايا النهاردة أسرة رودينة من أويسنا بالمنوفية اللي راحت ضحية الذئاب البشرية طبعا يعني أنا مش في وضع أن أنا أحكم على حد لأن أنا مش قاضي إنما يعني الكلام اللي بيتقال يعني أنه في واحد ذئب بشري وربنا يعني له حكمة أكيد في كده يجوز عايز يدخلها الجنة بدري إن شاء الله ربنا يجعل مسواها الجنة على كل حال ده لا يمنع إن أهلها عايشين في حالة يعني حزينة جدا جدا ومؤسفة جدا جدا وأنا برحب بيهم تاني في برنامج آخر النهار أنا هجيلك يا عم عبد النبي عشان أنت عايز تقول كلام وتبعت رسالة يعني واضحة من خلال البرنامج بس وائل ما اتكلمش خالص من أول الحلقة أنا هاخد منك دقيقة بالظبط يا وائل وائل محمد حسنين من أقارب رودينة اتفضل يا وائل استاذ معتز انا واثق ان كل بيت في مصر النهارده وصل له الاحساس اللي حاسس بيه والد رودينة ومامتها لان دي طفله بريئه زيها زي اي طفله عمرها 4 سنين 4 سنين ما تعرفش في الدنيا غير كل حاجه حلو صحيح ان ناس بالاجرام ده ان هم قلبهم يطوعهم ان هم يخطفوا بنت ويقتلوها ويخفوا الجثه بتاعتهم لا يمكن لأي قانون أو أي قاضي إن تأخذوا شفقة في الحكم عليهم أنا عايز أقول لحضرتك إحنا واثقين في القضاء المصري ومية في المية هو يعني مفيش قاضي هتعرض عليه جريمة قتل زي دي زي زين ويعني يعني طبعاً إحنا لازم يعني حتى ما نتدخلش في هذا الموضوع لأن إحنا بنثق في سير العدالة إحنا كلنا ثقة في القضاء المصري وفي العدالة المصرية وده اللي مطمن قلب رودينة والدة رودينة ووالدها واهلها طبعاً ان عايز اوضح لحضرتك ان الاب والابن اشتركوا مع بعض في الجريمه لانهم كانوا معتادين على موضوع ان هم يشوفوا دم او يذبحوا دم متعرفوا في البلد بان هم بيذبحوا الحمير ويتاجروا فيها ويتاجروا في اعضائها بس لما مؤاخذه يعني ده دم بني ادم وانا عايز اقول لحضرتك ان المجرم اللي اعتاد على منظر الدم بالشكل ده ما كانش في قلبه رحمه ان هو يرحم رودينة او يرحم طفولتها او براءتها انه يعمل فيها بالشكل ده احنا المباحث جابت جثه رودينة من صندره في الدور الثاني وبعدين الاهالي لما دخلوا البيت دخلوا البدروم لقوا في دم في البدروم معنى كده ان في وقعه حصلت في البدروم وتم اخفاء الجثه في الدور الثاني في الصندره يعني عايز اقول لحضرتك ان لولا انا موافق معاك وانا متاكد ان رجال المباحث ورجال الشرطه بيعملوا كل الجهد الممكن علشان يبقى في ملف القضيه ويبقى في مصلحه العداله اولا واخيرا
لو رجال الشرطة المعتز لما النيابة تشوف بس خمس دقايق عشان كده كان ممكن قوي تبقى في مشكله كبيره هيتخلص منها كان هيخلص كان هيخلص الهدف ان هو كل اللي كان بيتحرك فيه ان هو عايز يخلص من الجزء هو كان عايز يخلص من الجزء هو اي طريقه عاوز يخرجنا بره يخرجنا بره يجلي يصرف فيها انا كمان بناشد من خلال برنامج حضرتك المحترم الساده اعضاء مجلس الشعب عن دايره اويسنا بضروره طرح مجلس النواب مجلس النواب ان لازم يطرحوا المشكله والقضيه بتاعه رودينا في المجلس تمام استاذ عبد النبي اتفضل فاضل لك دقائق معدوده قول لي كل اللي انت عايز تقوله سعادتك انا بعد ما جيت للناس من قالوا هنفتش كان هو واقف مع الناس كده وسعادتك ايه صعب قالوا هنفتش ودخلنا عليه جري هو وابنه على البيت قاموا قافلين الباب دي شكله ان الواد والبت عنده افتح افتح الباب مش عايز يفتح حط كراسي ورا الباب والناس زقوا الباب وفتحوا الباب وانا طبعا مش شايف لان انا في بنتي الناس خشوا سعادتك قالوا في دم قالوا في دم انا على طول اتصلت بضابط المباحث برضه فتقول الحقني بنتي تايهه من بعد العصر ومش لاقيها فدخلنا بيت جنبنا فينا في دم قال العيال ما يخرجوش قلت له كانوا عايزين يجروا قال الباب مسكوم قال حفظوا انا جاي لكم في فشكرا مصطفى بيه حسنين رئيس مباحث مركز وسط ما تاخرش في ثواني خلى ربع ساعه و10 دقائق جابوا القوه وجوه واحمد بيه برضه معاهم مباحث معاه وجوهم لقوا الدم وطلعوا الهدوم فيها دم وبتاعه كده سعادتك وخدوهم على المركز وقعدنا كده هم اعترفوا باعترافاتهم كده اللي عايز اقوله للسيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دي مش بنت انا دي بنتك انت دي بنت امهات مصر كلها دي بنت سعادتك طفلة عندها اربع سنوات لما يقولوا قاصر عنده 17 سنة سعادتك 17 سنة يقول عليه قاصر يعني لو اتجوز يخلف ويجيب عيال اللي يذبح هو ابوه ويقتل طفلة عندها اربع سنوات دي مش قاصر انا بنتي لو امتى اقول قاصر الشاب ده لو هو عنده اربع سنين زي بنتي سبع سنين 10 سنين والله لو عمل في بنت اللي عملها انا برضو كنت هسامحه لان طفل زيها ما يعرفش لكن ده عنده 17 سنه ونص او 17 سنه من 16 ساعه الباشا عنده 17 سنه ومعدي كمان ال 17 يقول عليه سعادتك حديث السن ومعاه بطاقه كل ما هو طلع بطاقه ممكن لان سعادتك ان يتجوز يفتح بيت فطالب السيد الرئيس ان يعدل بعد اذنك انا مش بفرض عليك دي بنت بنتك انت سعادتك دي بنت سعادتك بنت سعادتك يعني انت يا عم عبد النبي عايز يحصل تعديل في القوانين بحيث انه يوقع طالما كان من 16 سنه وعلى اول ما تحدث الادانه اول ما تحدث الادانه وتدينه المحكمه طب دلوقتي هو يوقع عليه اقصى عقوبه الواد ده حصل قوانين سعادتك بيع نص المده دلوقتي الواد اللي خد حكم ما خدش اعدام هيعيش في جوه في السجن هياكل وهيشرب وهيطلع تخين قد كده هيطلع برضه هيذبح مؤاخذه بنتك وبنت التاني مش هيهمه هو خد على كده فسعادتك ده اعدام هو ابوه مش شريك معاه في الجريمه ابوه ذابح بنتي هو وابنه سعادتك متفق هو وابوه ان الواد قاصر هياخد الابن متفق هو وابوه الواد قاصر سعادتك بعد ما عرف ان ابنه خبط البيت وسعادتك ابوه كمل عليها بالذبيح عشان الفضايح قال لك الواد انت قاصر يا ابني قول اللي انت هو حام ابوه ويقول ان انا اللي عملت شال ابوه عشان ابوه يطلع بقى سعادتك يعيش حياته عادي ويصرف على ابنه وبعد كده ابنه يطلع بعد كده ودمه ودينا راح وانه قاصر فما ياخدش عدل الله فما ياخدش اللي مش عدل الله العقوبه الاعدام يعني السيد وزير العدل دي بنتك السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه احنا كلنا بنحبك ودي بنتك مش بنت انا بنت مصر كلها طبعاً. انا عايز حق بنتك حق رودينا يجي لها ينعدم ابوه والابن الاثنين قتلوا بنتي قتلوا طفله بنتي حزب الله ونعم الوكيل فيهم حزب الله ونعم الوكيل فيهم ربنا ينتقم منهم يا سيد الرئيس دي بنتك انت دي بنتك يا سيد الرئيس واحنا بنحبك والاطفال بتحبك والكبار بيحبوك ومسنين هاتلنا حقنا هتلاقي حقنا من هذا تشكيل العصابات اللي قلبهم ميت يا سيادة الرئيس دي بنتك مش بنتنا احنا انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ معتز ان كل بنت موجودة في مصر كانت ممكن تتعرض للموقف ده طالما المجتمع لسه فيه بؤر اجرامية بالشكل ده احنا لازم القضية دي كلها تبقى قضية رأي عام تتحط ان كل واحد ممكن تبقى بنته الصبح في المكان ده بالمناسبة طالما عرضت في الاعلام وفي برامج الحوارية المسائية اصبحت قضية رأي عام وانا اتمنى من كل قلبي ان حق هذه الاسرة يرجع لها بأسرع ما يمكن وفي إطار القانون وبسرعة إنجاز المحاكمة في هذه القضية علشان لو شفتوا منظرهم وشفتوا مشاعرهم وهم قاعدين حواليا اللي عايز انقلوا المأساة اللي هم عايشينها الكل هيدعمهم في موقفهم وربنا معاكم وربنا يجيب لكم حقكم
وان شاء الله اتمنى ان انا اقعد معاكم في اليوم اللي يرجع لكم حقكم فيه ان شاء الله. انا عايز اقول بس ان الموضوع ده بيفكرني ولكنها ذكرى أليمة جدا بالطفلة زينة بتاعت بورسعيد اللي برضو قاتلها يعني كان برضو كان تحت السن ولم يتلقى عقوبة الإعدام وعمل جدل كبير في المجتمع وقتها. واتكلمنا على مسألة التعديلات التشريعية وما إلى ذلك. الصورتين جنب بعض الحقيقة مات براءة رودينة ضحية المنوفية وزينة ضحية بورسعيد. والتشريعات والقوانين لغاية هذه اللحظة لم يطرأ عليها أي تغيير. أنا بشكركم يا جماعة وبعزيكم وبشكر السادة المشاهدين على متابعة حلقة النهاردة وإلى اللقاء.